المحبة سلاحنا وشعارنا، المحبة لا تعرف الخوف ولا العداء ولا تفرح للظلم. بهذه الكلمات اختصر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي اللقاء المسيح الإسلامي الذي عقد في دار مطرانية اللاذقية. حضره عدد كبير من الفعاليات الاجتماعية الاقتصادية الرسمية للدولة السورية ومشايخ ورجال دين وعلماء مسلمين ومحافظ اللاذقية، بمشاركة لفيفة من المطارنة والأساقفة والأباء والشمامسة الذين يمثلون مختلف الكنائس المسيحية في اللاذقية. جميعهم أكدوا على أهمية تثبيت المصالحة الوطنية واعتماد لغة الحوار والانفتاح نحو الآخر، مشددين على ضرورة إحياء ربيع مسيحي إسلامي تتألق فيه سوريا بالعيش الواحد النموذجي بين المسلمين والمسيحيين. هذا الربيع الذي سيرخي بظلاله على كافة منطقة الشرق الأوسط القائم معا بالتعاون والمساواة، مشيدين بالبطريرك اليازجي وباستقامته وتواضعه وانفتاحه وروحانيته، متضرعين جميعا إلى الله أولا بإطلاق سراح المطرنين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم وسائر المخطوفين في سوريا من جهة، وإحلال السلام في ربوع سوريا ثانيا. البطريرك اليازجي من جهته أكد كما في كل الكلمات التي يتلوها على أننا كلنا أخوة، والمسلمين هم أخوتنا وشركاء لنا تاريخا وحضارة ولغة ومواطنة. مهنئا الجميع بشهر رمضان الفضيل، شهر الرحمة والإحسان، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا ستصنع الرجال العظماء. خبرتنا بهالبلد نشكر الله أنه الصعوبات نتمنى ما تكون موجودة ما في شك، ولكن الصعوبة تخلق رجال أقوى، تخلق رجال أقوى، وبيبرهنوا عبر هالشي عن رجولتهم وعن ثباتهم وعن وفائهم وعن إخلاصهم وعن محبتهم وإلى ما هنالك. ولهذا وجودنا كلنا مع بعضنا اليوم بالمدينة المحبوبة باللاتقية بالساحل، هذا إن دل فبدل على، خاصة بهالظروف اللي احنا موجودين فيها، لنأكد على وحدتنا ومحبتنا وأنه كلنا عائلة واحدة وكلنا عائلة واحدة في هذا البلد، وهذه الحقيقة. وبسمح لنفسي من البداية، نحن في شهر رمضان الكريم، تسمحوا لي أتقدم ما هيك باسمنا جميعا من كل إخوتنا ما هيك المسلمين أصحاب السماحة والجميع، ندعي برمضان الكريم وهالشهر الفضيل اللي هو شهر العطاء والإحسان والخير. فأكيد هالصورة الجميلة اليوم وجودنا كلنا مع بعضنا رجال الدين المسيحي والإسلامي، الآباء أيضا أهلا وسهلا فيكم، آباءنا الموجودين معنا ممثلي الطوائف كمان المسيحية الموجودين باللاتقية، هذا بيعز علينا جدا وبيسرنا جدا وجودنا كلنا مع بعضنا. ومن ثم سلم رئيس مدينة اللاذقية صديق مطرجي مفتاح المدينة للبطريرك اليازجي. بعد ذلك استقبل البطريرك اليازجي أمام الباحة الخارجية لمطعم الجغنور بأقواس النخل ونسر الورود من قبل مجالس الرعاية ولجنة التعاضد ودفن الموتى، بمشاركة كورال مدارس الأحد الأرثوذكسية الذين رفعوا الصلوات مهللين للآتي باسم الرب. كما تريت العديد من الكلمات الترحيبية بابنها البار، فرد اليازجي شاكرا. وفي الختام تبادل الجميع الصور التذكارية.